بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معكم عزيز لطيفة، رئيسة جمعية الابتسامة لرعاية الأشخاص المعاقين ذهنيا. من بين الأهداف اللي كتشتغل عليها الجمعية ديالنا هو إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في مؤسسات تعليمية. هذا الشيء اللي خلى الجمعية تعقد شراكات مع فاعلين في مجال إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، من بينها الشراكة مع المديرية الإقليمية بتارودان، والتي تهدف إلى إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة داخل المنظومة التعليمية، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات البرنامج الوطني للتربية الدامجة الذي أعطيت انطلاقته بتاريخ 26 يونيو 2019 تحت الرعاية، تحت توجيهات سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والمقتضيات الدستورية التي تنص على المساواة وإتاحة البلوغ للتعليم. بساكيت، مديرة مركز جمعية ابتسامة ومنسقة برنامج الإدماج المدرسي. اليوم كنتواجد بقاعة الموارد للتأهيل والدعم، متواجدة بمدرسة الليمون تابعة للمديرية الإقليمية لتارودان، وذلك في إطار الشراكة اللي كتجمع جمعية ابتسامة مع المديرية الإقليمية في إطار تنزيل مقتضيات برنامج التربية الدامجة اللي كيهدف لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة داخل مؤسسات تعليمية عمومية. الأطفال اللي كيتواجدوا في قاعة تأهيل الموارد هما أطفال تابعين لجمعية الابتسامة، واللي كيجيو كيستخدموا خدمات تعليمية عمومية داخل مؤسسة مدرسة ليمون. السلام عليكم، معكم السيده حنينة باهية، قسم الدمج مدرسة الليمون، تابعة المديرية الإقليمية تارودان. القسم الحمد لله عطى واحد النتائج اللي صار بالفضل ديال الله عز وجل وبالعطاء المستمر ديال جمعية الابتسامة، وبالتواصل أيضا مع الآباء، وتم إدماج ديال التلمذات إن شاء الله كيفهم يوصلوا للإعدادي، لما نذكر الاسم، وكاين اللي دابا في السادس إن شاء الله غادي تشوفوه، وكاين المستوى الثاني بإذن الله. Thank you.
شعور هذا اللي كيسمى العقيد بما ذاك هي شعور رجاء جيلو يشعر بالقلق وبالحزن وبالحزن يعني عاود اعيد الى هذه الجمله كان الكيس ورقي يحس بالقلق وبالخجل بالغضب. جيد رجاء تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. اسم هشام أجران، أستاذ بمدرسة الليمون، أستاذ المستوى السادس. إذا من بين التلاميذ والتلاميذ الذين يدرسون لدي هناك تلميذة هاجر الفحيل، وهي تلميذة يعني جاءت من قسم مدمج واستطاعت ان تفرض نفسها داخل هذا القسم، يعني نتعامل معها بطريقه متساويه كما جميع التلاميذ. فقط بالنسبه لفروض وامتحانات هناك طريقه خاصه للتعامل معها، احيي فيها روح العمل وحماسها ورغبتها في التفوق، وهي فعلا تبذل مجهودات كبيره ولا يمكن الا ان نصفق ونحييها على هذا العمل الذي تقوم به. شكرا لكم.